السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بفلوج جديد. اليوم الفلوج راح يكون عبارة عن تنظيف عميق للبيت. حبيت اليوم أصور هذا الفلوج وأوريكم طرق التنظيف اللي أتبعها في تنظيف البيت. وقبل كل شيء، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك للقناة وتشتركوا إذا ما كنتم مشتركين، ويلا نبدأ. طبعا هذه غرفة بنتي، صراحة هي ما شاء الله نظيفة، لأنه بنتي تكون طول اليوم في الروضة، ويعني ما أحس يحتاج لها تنظيف. بس غيرت اللحاف هذا وغسلته، اللحاف الحمد لله نظيف، ومسحت التراب في البيت في الغرفة هذه، وكمان غسلت المفرشة. فعشان كده الغرفة هذه ما تحتاج تنظيف، بس راح ننظف هنا بجوة الدولاب. طبعا هذا الدولاب لانه بنتي كل يوم ما شاء الله تحوس فيه، فهنا في بقايا عصير او ما ادري ايش، تحطها الحلويات وتحط كل شيء جوا عند هذا المخزن. على فكرة هذه أحفظ فيها البريكال شباصات، وهنا أحفظ فيها المجوهرات السلاسل حق بنتي. حلوة تكون منظمة كده مرتبة. أخذته من أعتقد شبرا، أيوة ب10 ريال. وهنا احفظ الربطات الشعر الصغيرة والبوز هذه. وهنا احفظ الاطواق. عندي هذه السلتين، هذه السلة احط فيها السراويل الداخلية، وهذه السلة مع غطاء احط فيها الشراريب. الأمشاط، أطواق الورد، وهنا الأطواق العادية. ما شاء الله صارت فل الأغراض، ما أدري تتراكم كيف. وهنا عندي هذا الصندوق أحط فيه ربطات الشعر، هذه الربطات لكل نوع، أنا مخصصة لها كيس عشان يسهل علي الوصول. عندي هذه مرة حلوة، طلبتها من شيئين، شوف كيف تجنن ألوانها، مرة حلوة شفافة كذا، ألوانها الباستيل الناعمة. كيف بدون نظارة؟ آخر شيء العطور، عندي هذا العطر أحلى عطر، هذا قمر من النهدي يجنن، ريحة بودرة. عندي هذا عطر للشعر، وهذا عطر الفواكه للأطفال. بس خلصنا. طبعا انا انتقل لغرفة النوم، نزلت اللحاف راح اغسله، ونزلت التلبيسة تبع المخدات كمان راح اغسلهم. وهذا الملك هنا نايم. طيب راح نمسح الغبار هنا.
أمسح هذا الدولاب من الخارج، وعندي هذا الدرج أحتفظ فيه بالدقيق والسكر وهذه الأشياء كلها، فراح أنظفه كمان من جوا. بس قبل هذا كله لازم أشيل الأشياء، وهذا هو قاعد أمسحه من جوا. وبهذه الطريقة أحتفظ فيها بالبقوليات والرز والمكرونة، أحطها بعلب كذا عشان بدل ما تكون في الكيس تشغل مكان كثير أحطها بعلب، والعلب نفسه أحط عليها ستيكر وأكتب فيها محتوى العلبة. طبعا العلب لو كانت شفافة تكون أفضل عشان تقدروا تشوفوا الشيء اللي جوتها. والآن قاعدة أصفصف العلب وأحطهم بالدولاب. وهنا عندي في كذا علبة كانت بدون ستيكر فحطيت عليها هذه الستيكرات، والآن راح أكتب المحتوى اللي داخل العلبة. هذه الطريقة مرة حلوة عشان ما تضطروا تقعدوا تشوفوا في كل علبة إيش فيه، من فوق على طول أول ما تفتح الدرج يكون واضح لكم. خلصنا من الدرج، الآن راح ننتقل إلى تنظيف الدولاب اللي تحت المغسلة. طبعا هذا الدولاب أحتفظ فيه بالمنظفات والأكياس والبخور وهذه الأشياء. أول شيء وقبل كل شيء لازم أكيد نفرغ الدولاب ونمسحه من جوا. طبعا بعد ما مسحت كل شيء من جوا الآن راح أرجع الأغراض مكانها. عندي هنا الفحم والبخور احتفظ فيهم بعلبة، وهذه السلة احتفظ فيها بالمنظفات وبالألمنيوم والقسطير. وحوريكم هذه طريقتي في ترتيب الأكياس، بدل ما تشغل مكان كبير أحب ألفها بهذه الطريقة بالضبط زي ما تلفوا السمبوسة في رمضان. هذه الطريقة لف الأكياس، شوفوا ما تاخذ مكان كبير أبدا وتكون مرتبة ومنظمة بعلب. وهنا صار الدولاب نظيف ومرتب، وأخذت سلة القمامة وحطيتها بالحمام عشان أنظفها كمان زيادة. ورح ننتقل الآن إلى الدرج الثاني اللي احتفظ فيه بالمعلبات. طبعا لأنه كان عندي عسل جوا لا أوريكم الحفلة كل شيء تلصق، فاضطريت أشيل كل شيء من الدولاب، والآن قاعد أمسح العسل. وقاعد الآن أرجع المعلبات كلها مكانها. وعندي هذه الصناديق الصغيرة أحتفظ فيها بالشربات والشعرية، وفي هذا الصندوق أحط فيه خل التفاح وخل العادي والزيوت. بعد ما نظفت العلبة الآن رح أرجع الزيوت مكانها. وهذا هو الدولاب بعد التنظيف، صار يفتح النفس صراحة. بس لحد الآن ما عرف طريقة للعسل، ما أدري كيف أحتفظ بالعسل عشان ما ينقط. إذا عندكم حل قولولي في التعليقات تحت. والآن راح أنظف الثلاجة. طبعاً الثلاجة من الأماكن اللي تتوسخ مرة بسرعة، وكمان راح أنظف وأرتب الفريزر.
الحمد لله أن ثلاجتنا مو كبيرة، فعشان كده تنظيفها مرة سهل وما ياخد وقت. أول شيء سويته أني فضيت كل شيء ومسحت القزاز ومسحت كل حاجة، والآن راح أرجع وأصفصف الأغراض مكانها. وهذه هي الثلاجة بعد التنظيف والترتيب. شوفوا الخضار كلها غسلتها ورتبتها، والفواكه نفس الشيء. طبعا كان لازم نروح السوبر ماركت نقضي، بس لاني انشغلت مع التنظيف ما مدانا. وهنا راح ننتقل الى الفريزر. هذا هو الفريزر قبل فضيته، والان راح انظف الادراج. والان بعد ما نظفت الفريزر راح ارجع احط المفرزنات. هذه قسمت الفريزر لعدد اقسام. عندي هنا الفواكه، ما ادري لولي تسلم عليكم، هنا حطيت الفواكه المفرزنة كلها اللي استخدمها الأساي، وهنا حطيت الخضار المجمدة، وفي الدور السفلي حطيت الدجاج واللحم وهذه الأشياء. والحمد لله الثلاجة صارت نظيفة. الآن راح ننتقل إلى تنظيف البوتاجاز. زي ما انتم شايفين البوتاجاز عندي قزاز. أول شيء أحط عليه محلول التنظيف الخاص، وبعدين أفركه بهذه الحديدة عشان تشيل الدهون المتراكمة، وبعد كده امسحه بمناديل عادية. وآخر خطوة راح تكون اني راح استخدم منظف الزجاج عشان يعطيه لمعة حلوة. هذا هو البوتاجاز بعد التنظيف، صار جاهز. والآن راح ننتقل الى تنظيف درج الملاعق والشوك. اول شيء قبل كل شيء لازم نفضيه طبعا، وأحط عليه المحلول، وهنا قاعدة أمسحه. طبعا أحلى شيء أني فصلت الأدراج هذه مباشرة تحت البوتاجاز، عشان مثلا إذا أطبخ أو شيء على طول تكون عندي ملاعق التقليب، وهذه تكون على طول موجودة تحت البوتاجاز. فإذا رح تفصلوا مطبخ أنصحكم بهذه الطريقة، مرة حتسهل عليكم. وفي الدرج الثاني هنا رح أنظف المقسمات هذه، وراح ارجع الشوك والسكاكين. وهذا هو الدولاب بعد التنظيف والترتيب. شوفوا ما شاء الله، صراحة صار يفتح النفس، مرتب ونظيف. والآن هنا عندي قسم البهارات، هو صراحة مرتب ونظيف ما يحتاج له. هنا أنا مخزنة البطاطس والبصل، وكمان نظيف، بس حبيت أكنس هنا عشان أشيل الغبار اللي من البطاطس. الآن حوريكم المنظف السحري اللي أستخدمه لتنظيف كل شيء بالبيت. وش راح تحتاج؟ علبة فاضية تحطوا عليها فيري أو أي منظف صحون تحبوه، وتحطوا عليها خل، والباقي تعبوه موية، وحيكون عندكم منظف ممتاز للدهون وبنفس الوقت معقم، لأنه الخل الأبيض معروف أنه يعقم. فكل شيء كنت أنظفه في البيت كنت أستخدم فيه هذا المحلول منزلي الصنع. وآخر خطوة عندي بتنظيف المطبخ هي تنظيف المغسلة. خلاص لما أبدأ أنظف المغسلة أعرف أني خلصت من تنظيف المطبخ. طبعا تنظيف المغسلة يعني ما يحتاج اشرح، بس بمجرد انكم تشوفوا هذا اللي بالنص هذا يلمع، ما ادري شعور الانجاز هذا لوحده ما ينوصف. من زي كذا تحب تشوف مغسلتها نظيفة. طبعا هذه المغسلة لانها حجر فتنظيفها شوية صعب، يعني مش اي منظف يصلح لها. وبس آخر خطوة عندي هنا أمسح كل شيء. وهذه الفرشة اللي أستخدمها لتنظيف الصحون، مرة ممتازة أنصحكم فيها، من إيكيا. بهذه السلة محتفظة بأشياء الطبخ، المبشرة وكذا، وهنا محتفظة بأشياء الخبز، وهنا صواني الخبز، وهذا أكل البسس. الآن رح أرتبه بهذه السلة. هذا هو رتبته ونظفته. وهذا عندهم فيتامينات أحب أطحنها لهم وأحطها على الأكل الرطب عشان يستفيدوا من الفيتامينات. هذا هو توم وماميتا مستنين الأكل. طبعا الآن رح أمسح هذا الرف
تقريبا خلصنا من المطبخ الآن، يبقى لي الخطوات الأخيرة للتنظيف الحمد لله. والحمد لله المهمة الصعبة انتهت ونظفت المطبخ، والآن رح ننتقل إلى الصالة. الآن قاعدة أمسح الدولاب التلفزيون، طبعا هذا مكان مفضل لتوم عشان كده لازم أمسحه تقريبا كل يوم، والآن رح أمسح هذه الطاولة مبقعة من إيلين كلها. وآخر شيء راح أمسح هذا السنتر بيس، عندي حاطة هنا صينية من إيكيا هذه الذهبية مرة حلوة. والآن راح أمسح الأشياء اللي عليها، عندي هنا شموع وزينة وهذه الأشياء. وآخر خطوة راح تكون إني أعبي هذا الزيت العطري بهذه الفواحة، صراحة ريحتها مرة حلوة. وآخر ريحة اشتريتها كانت بالفانيلا، ما شاء الله ريحتها ثابتة فواحة. والآن رح أمسح الغبار من هذه الطاولة الجانبية. والآن راح ننتقل إلى هذه الشجرة، طبعا هذه الشجرة شوية تجمع غبار عشان كذا أضطر إني أمسح الأوراق. وبعد كذا راح نكنس الكنبة، طبعا المكنسة حقي مخصصة لتنظيف شعر الحيوانات والقطط، فهي ممتازة لتنظيف الكنب من الشعر. والآن راح أحط المخدات، وعندي هذا تلبيسة المخدات أخذتها من شيئين، صراحة جدا كويسة أنصحكم فيها، وألوانها مرة زاهية وعجبتني لأنه فيها الديتيلز هذا الذهبي، فمرة حلت الكنبة. وآخر خطوة راح أعطر الكنبة بهذا المعطر للمفارش والسرير والكنبة، جدا ممتاز وريحته تجنن، ريحته ورود. خلاص هذه الخطوة تأكد لي أنه الصالة نظيفة 100%. والآن راح ننتقل إلى الترويبة، طبعا تعرف الترويبة لونها أبيض تتوسخ مرة بسرعة وتصفر، فالشي اللي أسويه بين فترة وفترة إني أضربها بوية من جديد عشان تصير بيضة. وهذه الصالة صارت جاهزة، شوفوا الترويبة بين البلاط والبلاط صار كيف لونها أبيض. فإذا عندكم بلاط أبيض وبينه ترويبة بيضة كمان أنصحكم تتبعوا هذه الطريقة. وكمان سويناها في الشاور، هنا برضو كان لونه مرة مصفر. الآن وآخر خطوة هي راح تكون تنظيف الحمام، طبعا هذا هو الحمام قبل التنظيف. ولأنه كله قزاز وعاكس فعشان كذا أي بصمة اليد تبين عليه. على العموم أول شيء رح أسويه هو أني رح أنظف المرحاض، طبعا عندي هذا منظف خاص المرحاض، وهذا المنظف اللي وريتكم إياه عبارة عن فيري وخل وموية، هذا ممتاز للتعقيم. والآن رح أحط شوية من الجيف عشان أنظف المغسلة. طبعا راح اشيل كل شيء من المغسلة عشان اقدر انظف براحتي. والان بعد ما نظفت المغسلة وصارت نظيفة راح انظف المرايا، وهذه الصواني أحط عليها فرش الأسنان والكريم،
فرح أنظفها كمان. وعندي هذا المعطر نفسه اللي استخدمه بالصالة، عندي واحد بالحمام مرة ممتاز وريحته قوية. وعندي هذه الصواني نظفتها، وهذه اللي احتفظ فيها بالفرش، يعني من جوا لقيت حفلة صراحة، فنظفتها كويس بالجف ونشفتها، ونظفت كمان قواعد الفرش الأسنان وبس. والآن قاعدة أنظف الدولاب نفسه والمرايا. المرايا صراحة تنظيفها مرة متعب، فأفضل شيء أنصحكم فيه أنكم تنظفوا بالقماش اللي مايكروفايبر، هذا ممتاز جدا لتنظيف المرايات أو أي شيء تبغوا يلمع تنظفوا لأنها تكون مرة ناعمة وممتازة. وهنا رجعت حطيت الصابون والكريم وفرش الأسنان. شعور جميل لما يكون البيت نظيف وتدخل كل غرفة تكون فيها ريحة حلوة ونظافة. هذه المغسلة بعد ما نظفتها والمرايا وكل شيء جميل ومرتب ونظيف. هذا هو المطبخ بعد التنظيف، ما شاء الله اللمعة صراحة باينة من الصالة بدون أي مبالغة. هذا هو الدولاب اللي احتفظ فيه بالسناكس، وهنا الأدراج. لازم أحلل تعبي أوريكم كل شيء كيف كان وكيف صار، بس صراحة اللي أتمنى أنه المطبخ يكون دائما كذا نظيف، لكن للأسف هذا ما يحصل أبداً. هذا هو درج اللي احتفظ فيه بالرز والمكرونة، وهذه الأشياء صار منظم ومرتب. وهذا هو الفرن بعد التنظيف، شوفوا ما شاء الله كأنه جديد.
طبعا ضروري لا تنسوا الشفاط، لأن الشفاط مرة يجمع غبار ووسخ، فضروري تحسبوا حسابه لأنه مسكين دائما ما يتنظف. وهذه غرفة إيلين بعد ما صارت نظيفة وجاهزة. طبعا غرفة إيلين من أسهل غرف التنظيف لأنها صغيرة وما شاء الله دائما مرتبة. وهذا اللحاف بعد ما غسلته الآن قاعدة أرتبه وأحط على المخدات. طبعا كخطوة أخيرة ضروري الريحة تكون حلوة بالغرفة، فحطيت ديفيوزر مع ريحة البرتقال. الزيت العطري اللي استخدمته ريحته جدا قوية وما شاء الله البيت كله صار ريحته برتقال، وهذه إيلين تساعدني. وبكذا نكون خلصنا من تنظيف غرفة النوم، وهذه هي بعد التنظيف صارت مرتبة ونظيفة، واللحاف ريحته تجنن من الحبيبات هذيك اللي استخدمتها، أعطت ريحة للحاف جدا جميلة. وهذه هي الصالة بعد التنظيف والترتيب، الحمد لله صارت نظيفة ومرتبة. يا ريت البيت كده احتفظ دائما بهذه النظافة، بس للأسف هذا مستحيل خصوصا إذا كان عندكم أطفال. العموم إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا اليوم، وهذا الفيديو أعطاكم شوية تشجيع وحماس لتنظيف بيتكم. طبعا أنا عن نفسي أحب كثير أشوف هذه الفيديوهات لأنها تشجعني وتحمسني أن أنظف البيت. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتسووا لايك وشير وسبسكرايب. وإذا عجبكم الفيديو ضروري تكتبوا لي بالتعليقات إنه إذا تبغوني أسوي لكم زي هذه الفيديوهات. وأشوفكم على خير بالفلوج الثاني، ومع السلامة.